استاذ كرام عن الوقفه اليوم هنا الكسبه والخريجين، وايضا اريدك تعرف المشاهد عن خطوتكم اليوم غد بما يخص غلاء الاسعار، في معك خطوه لثوار تحت ابو بعير الموضوع، حدثنا عن هذه الوقفه بمختصر وعن خطوه يوم غد ان شاء الله. صوتك شوي علي بالنسبه لهذه الخطوه، طبعا الشباب احنا كثوار صاحبنا طبعا المساندين للكسبه والخريجين، الشباب مو اول مره يطلعون، طلعوا لحد الان تقريبا اربع مرات وصارت لقاء بالحكومه المحليه، لكن الحكومه المحليه اليوم الواضح انه ما تتعامل ويا هاي الناس الفقره والطبقه هاي الناس، تتعامل ويا الناس المحتاجين اللي يجي له 10 اسماء اليوم قبل باب الداره وغيرهم، هذول اللي هو جاي يتعامل وياهم، وتعودنا على هذا التعامل. خطوه يوم غد ان شاء الله. الشباب بالنسبه للشباب حتى الشباب اليوم فوق 100 وعندهم الاعتصام 100، بس هذا ما راح يطول هواي، راح نلجأ للتصعيد خطوه يوم غد واسف على القطع. بالنسبه لخطوه يوم غد عندنا خطوه اسعار $7، الخطوه تشمل كلا هذه القطار غدا الاربعاء الساعه 10 الصبح في ساحه الحفوظي، تقريبا راح يصير في اغلب المحافظات بنفس الوقت، وراح يكون هناك بيان فقط ثقل على اسعار سعر صرف الدولار، ايضا ثقل على اسعار سعر صرف الدولار، بقيه المشاكل التجاريه، الامن الاقتصادي، كل هاي الامور راح تكون بعد هذا ماكو احد، راح نلجا للتصعيد خطوه مركزيه تكون في البلد.